فإحنا الصورة الجغرافية الإلهية متوجهة مما لا شك فيها علينا، وبعد أنه كذلك اللاقطة لتسجيل الصوت كذلك الربانية متوجهة علينا، لكن إن شاء الله عين رضا الله أيضا متوجهة علينا. وإحنا في ماتم سيد الشهداء وشوية خم السابق لتسجيل صوتنا بهالونة الخفية يا جماعة، محلاها ونة وعلى زينب أم المصائب. الواقع مو من تأثير وإثارة استعطاف ومن هالقبيل، لا لا، نعم احنا نتألم هالمصيبة وهالفاجعة، وانا اعد عليكم كلمات وتشوف وهذا احساس يا اخواني، ما اكو مانع. فتشوف زينب تلتقي باخيها محمد تقول له اخويا محمد تدري انا وين كني؟ وتنجرت علي زينب واقعة كربلاء، اخوي قضية واقعة ماكو احد ينكرها بالكون. تقول له اخويا انقتل اخوي الحسين، انقتل اخوي العباس، من انقتلوا الاعزاء والحمى والرجال الاعداء بعد ما احترمونك تبونك البونين هبونه. قامت تبين له شلون حرق الخيام وفرار بنات رسول الله من خيمه الى خيمه. عمي انت القاعد انت رجال غيور، انا هسه اريد اقول لك بويا انت موثوق كتاب، ما الك حق انك تتحشى باي شيء، واكو عدوان اجوا لبيتك يا الرجال القاعد هنا، ذول حرقوا بيتك وضربوا بنتك الصغيره واخذوا قناع زوجتك وكذا فعلوا وكذا عملوا. انت اسالك بالله سؤال، شو تكون شعورك يا اخي؟ شو يكون موضوعك؟ ها زينب تقول له، طبعا عرفت وش اريد منكم انا، ها زينب تقول له كنت غايبه كنت غايبه ولا الوطن رديت رديت ويا ابن والد محمد تلاقيت، ايت والله ويا ابن والد محمد ايت تلاقيت انا شفته وجرت دمعتي وناديت ناديت يا محمد يا اخويا ليش ما جيت، ايه محمد يا اخويا ليش ما جيت ما جيت من طاح اخوك وحرقة والبيت ايه انا ويا الحرم من النار عجيته، ايه يا اخوي انا ويا الحرم من النار عجيت. وذاك الوقت باسمك تنخيته والله تنخيت، وخاضر يا ابو جاسم تمنيت، ايات خويا خاضر يا ابو جاسم تمنيت، اي والله تمنيت وتشوفني بيا حال مسيت مسيت، انا ذليت عقب حسين ذليت، ايه خويا انا ذليت عقب حسين ذليت. لقاء هواية مهم بين زينب ومحمد، وبعد ذلك وين تنتقل زينب؟ تنتقل ينقلها محمد طبعا بامر بالله، عاد ما يرحلون ولا الدار، يدخلون للمدينه شويه فرد خاطره بقلبه وبقلبك. هاي لما مرت زينب بطريقها للدار، قبل ما تذهب الى الدار قالت عم علي مر بنا على قبر جدنا رسول الله طبلنا الاحرار
مرضى لقى عين فيافي وبعد الاسفايا بشات زينب وعزت المختايا تقل بحروب كربلاء ما جايتك اخبار وماج القبور من كل الاكتايا والله سمعت سمعت ونينا تحت الاساء الك بالقلوب يا حسين بسمايا اريد اقرا بيت الدعاء واسالكم الدعاء وعاد ليله بكره ان شاء الله نذكركم عند الحسين وعند ابي الفضل العباس وتتذكرونا يا اخوان وهذه ليالي الذكريات وسامحونا عاد وليلة وداع وفراق وان شاء الله الله لا يفرق بيننا وبينكم في الدنيا وفي الآخرة ونسأل من الله ان يحشرنا تحت لواء امير المؤمنين ويشملنا بشفاعة الحسين عليه السلام زينب تدخل للدار هذا اخر بيت اريد اقرأه تقل دارك دارك حياتي انتهت والعمر دارك يا ابا عبد الله حياتي حياتي انتهت والعمر دارك وشف الموت ما ادري شلون دارك يا اخويا شلون ابو يحسين دارك شلون اسكن وهي وحشايا وخلفوا في سويد القاهرة